محليا نظمت مؤسسة حياة كريمة مبادرة تقدر في 10 أيام بمحافظة القاهرة بمدرسة النقراشي الثانوية بنين بمنطقة حدائق القبة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هناك مراسل أكسترا نيوز الزميل زياد قاسم. زياد، مؤسسة حياة كريمة تقوم بهذه المبادرة على عدد من المدارس وأنت في إحداها اليوم، أطلعنا على ما لديك. نعم دارين، ما زالت مؤسسة حياة كريمة تقدم المبادرات للأسر الأولى بالرعاية و الطلاب بمختلف الفئات الدراسية. نتحدث إليكم اليوم من داخل إحدى مبادرات المؤسسة، وهي مبادرة تقدر في 10 أيام تحديدا داخل مدرسة النقراشي بمنطقة حدائق القبة، حيث تقدم المؤسسة اليوم العديد من المساعدات للطلاب الثانوية العامة، حيث تقدم لهم المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة. اليوم هو اليوم 9 في عمر مبادرة تقدر في 10 أيام، والتي بدأت يوم 29 مايو وتستمر حتى غدا يوم 7 يونيو. إذا تحدثنا عن البرنامج المخصص من مؤسسة حياة كريمة اليوم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فتقدم اليوم مؤسسة حياة كريمة محاضرات خاصة بمادة التاريخ، وبينها فاصل زمني لراحة الطلاب وتقديم الوجبات الغذائية التي تساعدهم على التركيز، وبعد ذلك تقدم المؤسسة مراجعة استثنائية هي عن مادة التربية الدينية، وبعد ذلك هناك محاضرة عن مادة اللغة الإنجليزية. في الحقيقة ما تقوم به مؤسسة حياة كريمة في دعم الطلاب، سواء الدعم العلمي أو الدعم النفسي، عن طريق تقديم بعض أو توفير بعض متخصصين في الدعم النفسي للطلاب الثانوية العامة والذين يعانون قبل فترة امتحانات الثانوية العامة ببعض التوتر. تقدم المؤسسة اليوم لهؤلاء الطلاب مجموعة من المتخصصين في الدعم النفسي لدعم الطلاب نفسيا قبل أداء امتحانات الثانوية العامة، والتي تبدأ يوم 10 يونيو في مادة التربية الدينية ومادة التربية الوطنية. هذه أبرز تفاصيل اليوم من داخل مدرسة النقراشي بمنطقة حدائق القبة، والآن نعود إليكم في الاستوديو، تفضلوا. إذن دعم علمي ونفسي تقوم به مؤسسة حياة كريمة قبل امتحانات الثانوية العامة، أخبرنا به الزميل زياد قاسم من مدرسة النقراشي الثانوية بنين بمنطقة حدائق القبة، شكرا جزيلا لك.